من قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بيكم في فقرة جديدة من برنامجكم شباب لايف. معاكم أنا خالد الحسيني، ومعايا في الاستوديو الزميل العزيز مصطفى كمال. صباح الخير يا خالد، صباح النور على الصحة والجمال وعلى كل أسر شباب لايف. صباح الفل عليك يا مصطفى، صباح الفل عليكم. النهاردة موضوعنا قوي جدا كالعادة، بنقدمه في برنامجنا شباب لايف. النهاردة هنتكلم عن دور جهاز تنمية المشروعات في تمويل المشروعات الصغيرة، وهنتكلم على الشروط اللي انت تعملها عشان خاطر تقدر تستفاد من التمويل دوت. خليني قبل ما ابدا معاك يا مصطفى اوضح حاجه للساده المشاهدين، ان المشاريع الصغيره تعتبر من الركائز الاساسيه في تنميه الاقتصاد المصري. ليه؟ لان هو ليها دور حيوي كبير جدا ومهم جدا وبتحد من البطاله. خلينا مصطفى عايزين نوضح للناس ايه هي الشروط اللي انا اقدر يعني عشان اعملها اقدر استفاد بيها من تمويل جهاز المشروع، لا تنميه انا المشروعات. قبل ما اقول لك يا خالد الشروط الجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، ايه هي الفكره وايه هي الموضوع نفسه اللي نقدر نتعاون بيه مع جهاز تنميه المشروعات. جهاز تنميه المشروعات بيقدمك بصوره تانية خالص. جات الدوله في الفتره الاخيره تشجيعا للشباب في جهاز تنميه المشروعات، وان هو اساسا زي ما انت كده ذكرت ان هو عصب الاقتصاد المصري. اه طبعا، ان طبعا دلوقتي الدوله بتدعم الشباب القابل على الصناعه او قابل على التجاره بتاعته او عايز يعمل مشروع معين، ده هو ده الركيزه الاساسيه والاقتصاد الاقوى ان هو يقدر ان هو يتعامل ويتماشى يقدر يشتغل بيه. انت عارف يا مصطفى، معلش انا اسف قطع كلامك، ان في كتير قوي من الناس ما تعرفش اصلا ايه هو دور جهاز تنمية المشروعات. يعني في ناس اصلا ما تعرفش هو بيقدم ايه. جهاز تنمية المشروعات يا خالد بيقدم جهة كبيرة جدا من التنمية اللي موجودة حاليا بتنمية المشروعات للشباب، اللي هو انت ازاي عندك فكرة مشروع، حتى لو مش عندك فكرة مشروع اقدر ان انا اميزك بيها. طيب انا عندي فكرة مشروع، بتوجه الى جهاز تنمية المشروعات باوراق رسمية. ايه هي الاوراق الرسمية ديت يا خالد؟ اللي هو تروح بجهاز تنمية المشروعات معاك السجل بتاعك، البطاقة الضريبية بتاعتك، ومعاك معاك عقد ايجار تمام او ملك ايجار او تمليك، او ويكون تمليك موثق في الشهر الشهر العقاري. العقاري ده لازم، ده دي من ضمن الشروط. من ده ضمن غير اصلا الشروط طبعا الاهليه القانونيه، وان بالظبط انت لازم تكون بتجيد القراءه والكتابه. بالظبط. ده غير التفرغ الكامل للمشروع. لا عايز اقول لك على حاجه برضو يا خالد، في حكايه القرايه والكتابه تقريبا في مننا كتير جدا رؤاس يعني عندهم مشاريع ضخمه، من الناس البسيطه جدا اللي موجوده في الكرة ما بيلاقيش دعم كبير جدا توجها. يعني في ناس بتعمل مشاريع بس غير قابل ان هو يقدر يقرا او يكتب. ايوه صح. بس من الشروط ديت يقول له لازم يكون معاك شريك او مساعد ليك يقدر يكتب ويقرا عشان يقدر يتداول بعض الاوراق الرسميه اللي انت تقدر بتستخدمها في جهاز تنميه المشروعات. طب جهاز تنميه المشروعات بعد زي ما احنا قلنا كده البطاقه والسجل وعندك الخطه بتاعتك، هو بينفذ لك كمان خطه تقدر تمشي عليها، بس ما بيديش قروض. لا، في ناس كتير جدا هي فاكره فيها انه بيدي مصطفى قروض. ضمانات، في ضمانات بتتقدم عشان يعرف ياخد القرض تمام، بتاعه. هو يعني بيوجهك بيوجهك وفي نفس الوقت لازم انت تعمل توفي الشروط دي كلها عشان تعرف تاخد التمويل، او من ضمنها الضمانات اللي هو بيحطها لك، او المعايير اللي هو بيحطها لك عشان خاطر تعرف تاخد التمويل عايزين دوت. نوضح برضو للساده المشاهدين ان الموضوع اللي هو يامن لك عليك المشروع بتاعك مش، وحتى الشروط بتاعتهم مش شروط تعزيزيه خالص، لا هو بيقول لك ضماناتك اللي انت موجود بمشروعك، مش ضمانات ان هو ياخد عليك حاجه كذا او كذا او كذا، لا هو بتيجي بيحضر لك الورق بتاعك، بيحضر لك نسبه الورق بتاعت الخطه اللي انت تقدر تتماشى بيها، بيوجهك على البنك اللي انت عايز تقدر تتداول بيه، وبيشتري لك المعدات كمان. انت مش معاك اي فلوس وعايز تبدا مشروعك، لا تقدر تتواجد طيب في جهاز مصطفى، تنمية المشروعات. خلينا نوضح للناس ان المشاريع اللي هي انواع، المشاريع دي انواع انت بتحدد حسب المشروع اللي انت عايزه. في مشاريع انتاجيه ومشاريع خدميه، والمشاريع الانتاجيه مصطفى اللي هي بتبقى فيها منتج، يعني بتاخد الخامات بتصنعها بتقدم بيها منتج نهائي، صح بالظبط. كده؟ انت عندك النسبة الكبيرة جدا في التشغيل جهاز تنمية المشروعات على عربات البيوت، ربات البيوت ربات بالظبط كده. البيوت المنازل، وعايز اقول لك وعلى الشباب اللي هم عندهم المشاريع بسيطة جدا. يمكن احنا وصفها في الفقره اللي فاتت، لا اللي قبليها، في فقره من الفقرات احنا كنا بنتكلم على الحرف اليدويه ودور الدوله في بالظبط تشجيعها، واتكلمنا على مبادره الحرف اليدويه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يمكن كمان من انواع المشاريع زي ما قلنا ان في مشاريع خدميه. المشاريع الخدميه ديت عشان نبسطها على الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي او المشاهدين، المشاريع الخدميه دي اللي بتقدم بيها خدمه، يعني مثلا زي المشاريع اللي احنا بنشوفها بتعمل لك خدمه في مصلحه حكوميه، دي انت عشان تعمل مؤسسه زي ديت تنفذ بيها ده بيندرج تحت بند المشاريع الخدميه. المشاريع الخدميه. ان برضه انا عايز اقول لك برضه خالد ان من تشجيع الدوله للشباب في جهاز تنميه المشروعات في حاجات كثيره جدا، احنا عايزين نقول للشباب ما اتحرك، انت عندك ويب سايت، كلنا بنستخدم الانترنت، كلنا معانا تليفونات وعلى هاند، اعمل بحث على جهاز تنميه المشروعات وخش على الصفحه نفسها، هتلاقي في خدمات كثيره جدا بتوفرها لك وتقدر اللي انت تقدمها، ما فيهاش شروط تعجيزيه خالص الا ما انت تقدر ان انت تتكامل بالمشروع بتاعك وتقدر توصل بيه الامان. في ناس كلنا عندنا افكار مشاريع لكن كلنا بنبص على الناحيه التامينيه، الناحيه التمويليه. ايوه طبعا التمويليه، اللي انا اوصل ابدا مشروع ازاي، ما انا كلنا حابين ان احنا نعمل مشاريع بس التمويل. يمكن يا مصطفى ده موضوعنا النهارده، ان احنا عايزين نوجه الناس اللي هي عندها فكره وعندها فكره مشروع ومش موجوده او مش متداوله او حتى متداوله بس معهوش تمويل كافي يقدر يمول بيه المشروع دوت. ده موضوعنا النهارده وده اللي احنا عايزين نوصله للناس، ان انت عندك فكره او عندك مشروع عايز تعمله، الدوله بدات تساعدك ان انت تتجه في المشوار اللي انت عايزه او في بالزبط. المشروع اللي انت عايزه. ويمكن الدوله دورها كبير جدا جدا، وده اللي احنا عايزين نوصله للناس. وفي برضه حاجه تاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ابدر اللي كانت قال لك، يعني كان في من ضمن المؤتمرات بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال ان لازم نبدا احنا مجتمع شبابي طبعا وعايزين نبدا بمشروعات كبيره جدا. في جهاز تنميه المشروعات قدم خريطه كبيره جدا، والحكومه مقدمه خريطه كبيره جدا في تنميه المشروعات تقدر انت تتواجد بيها. وفي حاجه كبيره جدا احنا حابين ان احنا نقول للساده المشاهدين وكل اسر شباب لايف، اللي احنا هنقدر هنكون معاك موجوده، شباب لايف هتكون معاك في المساعدات التمويليه للجهات نفسها. انت ازاي؟ لا ابعت لنا الرساله بتاعتك، قول لي المشروع بتاعك واحنا هنوصلك للجهات الرسميه. هنوصلك للجهات الرسميه اللي انت تقدر تقدر تساعدك في حاجه زي كده. الحمد لله بينا دلوقتي في تعاون كتير جدا وبروتوكول كبير جدا مع الجهات ديت، فهم مستنين مننا الشباب ديت اللي عايزه تبدا مشروعات بتاعتها. بالظبط، ابعت على الصفحه المشروع، فكره المشروع اللي انت عايز تنفذه، واحنا هنقدر نوجهك للجهه اللي تقدر تساعدك على كده. طبعا احنا للاسف وقتنا يعني قرب ينتهي، فاضلنا دقيقه وننهي، فاحنا محتاجين كلام كتير ومحتاجين وقت كبير طبعا أوي أوي طبعا أوي. بس قبل ما نختم عايزين نقدم نصايح للساده المشاهدين ازاي يعمل مشروع ناجح بشكل بسيط وسهل. بشكل بسيط وسهل، ثلاث حاجات في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها والازمات الكتير الماليه اللي بتوصل بيها. لو عندك استثمار عقاري استثمر فيه. في ناس كتير بتقول لك ان الاستثمار العقاري واقع دلوقتي، لا ما تسمعش من اي حد، استثمر في العقار. والحاجه الثانيه اللي تستثمر فيها، لو عندك اي حاجه 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه روح اشتري بيهم حتى لو جرام ذهب، خليه عندك واستنى عليه فتره هتلاقيه تزايد. ده بيزنس كتير جدا ومحطوط على جنب. للاسف يا مصطفى احنا محتاجين ننهي دلوقتي. طبعا انتوا لو عندكم اي مواضيع حابين ان احنا نتكلم عليها ابعتوا لنا على صفحه الفيسبوك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في فقره جديده من برنامج شباب لايف. شباب لايف.